أهلا بكم محبي كرة القدم المغربية في هذا الموجز الرياضي الذي يواكب طريق المنتخب المغربي إلى مونديال الأحلام بقطر. وفي جديد أخباره، قرر وليد الركراكي حسب مصادر إعلامية مطلعة إيكال مهمة تحديد الحارس الثالث الذي يرافق المنتخب الوطني المغربي إلى قطر إلى مدرب حراس المنتخب عمر الحراق، وذلك بعد الاستقرار على بونو كحارس أساسي والمحمدي كحارس ثاني، ومخافة أن يتهم الجمهور وليد الركراكي بمحاباة الوداد ورضا التاغناوتي في حالة اختياره، باعتبار العلاقة التعاقدية التي كانت تربط بين مدرب المنتخب حاليا والوداد سابقا. وفي خبر آخر، أكد اللاعب عمران لوزة على عودته القوية للميادين، حيث سجل هدف تقدم فريقه واتفورد أمام نورويت سيتي، وذلك ضمن مباريات الجولة 15 من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، متحصلا على تنقيط ممتاز ومرسلا أقوى الرسائل لوليد الركراكي قبل المونديال. كان هذا كل ما لدينا بخصوص جديد الكرة المغربية. شكرا لكل من شاهد المقطع، وإلى اللقاء.